مساء الخير واهلا بكم مشاهدينا الكرام حزب الله يدشن معركه الحساب المفتوح مع اسرائيل، اطار جديد لمواجهه بلا سقوف ترسخ ارتباط جبهه الاسناد اللبنانيه بجبهه غزه وتضع الاحتلال على محك الخيارات الضيقه والمغامرات غير المحسوبه التي تنعكس كابوسا عليه وعلى مستوطنيه في الشمال. دفعات متواتره على الحساب بدات في رماد ديفيد ورفيال ومروحه الخيارات واسعه اما تل ابيب التي تتوقع اتساع القصف الى ما بعد حيفا فيكثف رئيس وزرائها مشاوراته الامنيه وسط رسائل واضحه من واشنطن التصعيد العسكري ليس في مصلحه اسرائيل كامل هذا المشهد سنناقشه في بلا سقوف في هذه الليله وارحب بالخبير العسكري والاستراتيجي العميد شربل ابو زيد مساء الخير واهلا بك مساء معنا المو... علي ان ينضم الينا تباعا الصحافي في منصة المحطة حسن عُليق ومحلل الميادين للشؤون الاسرائيلية الدكتور عباس اسماعيل اذا نبدا معك سياده العميد ومن الرسائل العسكريه التي اراد حزب الله ايصالها الى اسرائيل في هذه المرحله ومع هذه العمليه وهذه الصواريخ الجديده التي استخدمها وهذه المسافه والمناطق الجديده التي دخلت على خط المواجهه مع الاحتلال طبعا في اطار الرد على الاعتداءات الاسرائيليه الاخيره في لبنان صحيح هذه الرساله اليوم هي رساله متعدده الاوجه من ناحيه الزمان تاتي هذه هذه الضربه القويه الصاروخيه القويه علي اهداف في الداخل الكيان الاسرائيلي في وقت بعد استشهاد القاده حيث ظن العدو بان هناك نوع من تضعضع في صفوف حزب الله القاده الكبار سقطوا وبالتالي ليس هناك من يتخذ قرار ليس هناك من ينتقي الاهداف ليس هناك من يعطي الامر وبالتالي هذا ليس صحيحا المقاومه اليوم من حيث الزمن بعد عمليه استشهاد القاده قامت بعمليه واسعه وهي استهداف قاعدتين كبيرتين للعدو الإسرائيلي ولكن هذه المرة الأهداف كما قال سماحة السيد في 2006 ما بعد بعد حيفا وهي قاعدة رامات ديفيد على مسافة 47 كيلومترا وإضافة إلى مجمعات رفيال لتطوير وصناعات الدفاعية العسكرية كما يدعي العدو الإسرائيلي وذلك في منطقة الكريوت وهي ايضا يعني مقابل حيفا شرق حيفا لا. على كيلومتر يعني على 33 كيلو مترا فاذا من حيث الزمان هناك قاده هناك قاده ينطقون الاهداف بدقه واهداف عاليه الدقه من حيث الاهداف نعم كما ذكرنا هي اهداف عاليه القيمه نعم ويعني عندما نتكلم عن قاعده رماد ديفيد هي الثالثه من حيث التصنيف كقاعده جويه فيها مطار دولي هناك مطار دولي يعني مطار للطائرات المدنيه في هذه ما. القاعده طيب. بعد مطار بن وبعد مطار رامون هي القاعده الثالثه على كل يس... حال سياده العميد اسمح لي نتحدث اكثر عن م. هذه التفاصيل بعد قليل وعن اهميه هذه القاعده وما تحويه طبعا ولكن فيما يتعلق بهذه العمليه يبدو انه حزب الله وسع نطاق هجماته كما تفضلت حضرتك نتحدث عن مناطق لأول مرة يستهدفها صواريخ لأول مرة يتم استخدامها منذ بدء الحرب في غزة نريد أن نعرف أكثر على الخريطة بشكل واضح ولكي يفهم المشاهدون آه، هذه المناطق أين تقع بالتحديد وأيضا هذه الصواريخ كيف وصلت إلى هذه المناطق والمسار الذي يمكن أن تكون قد سلكتها تفضل نعم. بما يختص بالاهداف كما قلنا هناك هدفين اساسيين الا وهما قاعده رامات ديفيد هذه هي القاعده وايضا في منطقه الكريوت هناك مجمعات مجمعات صناعيه لشركه رفيال الدفاعيه في هذه المنطقه وبالتاكيد الصواريخ وصلت واكبر يعني تاكيد انه كان هناك في كريات بيليك التي هي ايضا تحتوي على بعض من هذه المجمعات الصناعيه، كان هناك وصول لصواريخ وراينا الصور ولكن باقي المناطق وخاصه قاعده رامات ديفيد والمجمعات الباقيه لم يسمح العدو الاسرائيلي بالتصوير لا بل قام بمنع وضرب طوقا امنيا حول هذه القواعد التي تم قصفها وبالتالي لم يكن هناك من فيديوهات مسربة عن هاتين المنطقتين نبدأ بقاعدة رماد ديفيد قاعدة رامات ديفيد هي على مسافة تقريبا سبعة واربعين كيلومترا من الحدود اللبنانيه ومنطقه الكريوت هي على مسافه 32 كيلومترا من الحدود مع لبنان لذلك كان هناك اضطرار لدى المقاومه لاستخدام سلاح جديد الا وهو فادي واحد وفادي اثنان وايضا نحن نعلم بان المقاومه كما قال سماحه السيد في احدى خطاباته بعد عماد اربعه أن إطلاق الصواريخ لن يكون من مكان واحد وإنما من أمكنة عدة وبزوايا مختلفة وهذا ما يضيع العدو فازا لذلك تم استخدام نوعين من الصواريخ فادي واحد وهو صاروخ عبارة عن صاروخ من ستة أمتار طول ولكن مسافته تصل إلى سبعين كيلومترا يعني أن المكان الإطلاق إذا ما افترضنا على قاعدة رامات ديفيد هو على الاقل 20 كيلومترا واكثر في الداخل اللبناني وايضا بالنسبه لفادي اثنان هو 100 كيلومتر وبالتالي هناك اكثر من 60 كيلومترا في الداخل اللبناني وهذا ما يؤكد اولا بان هناك الكثير مما يقولون لو كان لدى المقاومه صواريخ غير التي اطلقها منذ بدايه الحرب لكان اطلقها هذه صواريخ جديده اطلقها وصلت الى اهدافها. لا. ثانيا بما يختص بقاعده رماد ديفيد، قاعده رماد ديفيد هي من القواعد الاستراتيجيه، هي من القواعد التي تتعهد الرمايات على لبنان، يعني عندما يريد العدو قصف لبنان تنطلق الطائرات الحربيه من قاعده رماد ديفيد، وهي القاعده المختصه بمنطقه الشمال، اضافه الى انها هي ايضا المختصه باطلاق الطائرات باتجاه سوريا باتجاه الداخل السوري، اضافه الى انها تحتوي على الكثير من المنظومات الدفاع الجوي، ولكن كيف وصلت الصواريخ الى قاعده رامات ديفيد والى الكريات؟ نحن نعلم بان عندما نتكلم عن منطقه يعني هذا القطاع الغربي، نتكلم عن القطاع الغربي جعتون هي أيضا قاعدة عسكرية وبالتالي هناك منظومات دفاع جوي كابري هي قاعدة عسكرية هنا جل العلام قاعدة عسكرية زرعيت قاعدة عسكرية أدميت قاعدة للواء 300 من الفرقة 146 كل هذه المنطقة مزروعة مليئة بالدفاعات الجوية بالدفاع يعني الجوي مراحل بالدفاع الجوي فإذا هناك مراحل للدفاع الجوي م. استطاعت صواريخ المقاومة تخطي هذه المنظومات على م. هذه المراحل والوصول إلى والوصول م. إلى قاعدة رامات ديفيد كذلك الأمر الوصول إلى الوصول إلى المجمعات طيب. رفائيل سيادة العميد قبل أن نستكمل النقاش اسمح لنا فقط أن نستعرض بعض المعلومات التي قدمها الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية عن الصاروخين فادي واحد وفادي اثنين نتابع بضيفنا الذي انضم الينا الان الصحافي في منصه المحطه الاستاذ حسن عليق مساء الخير واهلا بك معنا استاذ حسن اذا نتحدث عن قاعده رامات ديفيد هي من بين ثلاث قواعد جويه رئيسيه في اسرائيل الاكبر في الشمال ولها اهميه استراتيجيه فيما يتعلق بالصحتين اللبنانيه والسوريه اذا نحن امام معادلات جديده والمعادله اليوم تغيرت بعد هذه العمليه لحزب الله أنا لا أفضل الحديث عن معادلات أثناء المعركة، هناك معركة كبرى فتحت حاليا في لبنان، الجهد الأساسي للجيش الإسرائيلي منصب على الساحة اللبنانية، مم. ونحن أمام معركة، هناك هدف استراتيجي لجيش الاحت... لكيان الاحتلال يريد تنفيذه تحقيقه في هذه المعركة، في المقابل هناك هدف استراتيجي للمقاومة تريد تحقيقه في هذه المعركة، وبالتالي نحن أمام صراع وليس وهذا الوقت لا اعتقد انه مناسب لتثبيت معادلات، هناك معادلات موضوعه سابقا مرتبطه بتحويل هذا الصراع الى صراع شامل او الى حرب كبرى، الطرفان لا يزالان ملتزمين بهذا الامر، اما ما دون ذلك فنحن في حاله صراع، العدو اعلن هدفه في التاسع من اكتوبر 2023 عندما قال نتنياهو نحن ذاهبون لتغيير الشرق الاوسط، تغيير الشرق الاوسط يقتضي القضاء على المقاومه في لبنان، تدمير محور المقاومه، تغيير المشهد الاقليمي والبيئه الاقليميه برمتها. في المقابل المقاومه تريد لاول مره او ليست اول مره ولكن اول مره بما يخص فلسطين فرض اراده سياسيه على العدو الاسرائيلي تتمثل بوقف الحرب على قطاع غزه لان بنيامين نتنياهو على ما اعتقد وبعد قليل اعتقد يمكننا ان نسمع المختص في هذا الشان بنيامين نتنياهو يريد استمرار الحرب على قطاع غزه الى العام 2030 كحد ادنى، يريد استمرار الواقع الحالي في قطاع غزه حتى العام 2030 كحد كحد ادنى، وبالتالي المقاومه تريد ان تفرض على كيان الاحتلال وقف هذا العدوان، ولاجل ذلك انشات المقاومه ما يمكن تسميته بحزام امني لاول مره في التاريخ داخل الاراضي الفلسطينيه المحتله استدرجت اسرائيل الى حرب استنزاف وطبعا حرب الاستنزاف عاده ما تكون متبادله ليست من طرف واحد ولكن المقاومه فرضت على الكيان حرب استنزاف وفرضت عليه معركه طويله بهدف الوصول الى وقف الحرب على قطاع غزه، فنحن في هذه الدائره من الصراع. طيب سياده العميد منذ قليل حضرتك عندما كنت تشرح لنا فيما يتعلق بالمواقع المستهدفه وخاصه قاعده رامات ديفيد كنت ذكرت نقطه الا وهي فيما يتعلق بالصور او المشاهد التي لم تعرض لربما حجم الدمار الذي لحق بهذه القاعدة جراء سقوط الصواريخ وهذا ما لا يسمح به طبعاً جيش الاحتلال كما هو معروف لا يسمح بتصوير أماكن عسكرية خاصة إذا كان هناك استهدافات لكن فيما يتعلق بهذه القاعدة ماذا يعني تضررها لها إذن أهمية استراتيجية كما ذكرنا فيما يتعلق بالساحة اللبنانية وأيضاً فيما يتعلق بالصواريخ التي استخدمت كنا قد تبعنا مميزاتها منذ قليل ما هي القدرة التدميرية لهذه الصواريخ إن وصلت فعلياً إلى هذه القاعدة المهمة في؟ شمال اسرائيل نعم لنبدا من القدره التدميريه عندما نتكلم عن 170 كيلوغرام من الراس متفجر يعني نحن نتكلم وخاصه من المواد شديده الانفجار مم. نحن نتكلم عن سلاح ذات تدمير ذات قوه تدميريه كبيره هذا من ناحيه من ناحيه ثانيه العدو الاسرائيلي وخاصه قياده الجيش في لدى العدو الاسرائيلي اتخذت قرارا بالتعتيم على كل الـ الـ الاهداف التي يقوم باستهدافها حزب الله ورأينا ذلك في الضربه السابقه في القاعده 8200 في جليلوت. وبالتالي يعني الموضوع لن يشت عن عن القاعده في في هاتين هذين الاستهدافين، اما بالنسبه لمجمعات يعني شركه رافاييل طبيعي هذه الشركه ذات اهميه بالتطوير الاسلحه اهميه كبيره ولكن هذه الشركه يجب ان نضيء على ليس فقط على ما تصنع من أسلحة يعني. كتروفي مثلا لي يعني حمايه المدرعات والتي اثبتت حرب غزه انها غير ناجحه م. بحيث ان الياسين دمر المركافه بالرغم من تروفي وغيرها كذلك الامر يعني هناك اسلحه متطوره كثيره ولكن اخر تطوير كان بالاشتراك مع الشركات الامريكيه هي في علاقه عضويه مع الشركات الامريكيه كذلك الامر في في علاقه علاقه شراكه مع بعض الشركات الاوروبيه ولكن العلاقه العضويه هي مع شركتي رايثن الامريكيه ولوكهيد مارتن الامريكيه عندما نتكلم عن هاتين الشركتين نتكلم عن يعني اولا نتكلم عن الدوله العميقه في امريكا من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه نتكلم عن مجمع صناعات متطور للغايه، وقامت يعني هذه هاتين الشركتين ورافايال بتطوير مثلا القبه الليزريه مؤخرا، وستقوم بتجربتها ابتداء من العام 25 بين لوكيد مارتن وما بين رفيال. فاذا هذه الشراكة العضويه ما بين شركات الامريكيه وما بين شركه رافاييل هي ما تعطيها الاهميه اضافه الي انها يعني هناك اموال طائله كبيره يصرفها العدو الاسرائيلي على تطوير اسلحته، مثلا هناك آآ آآ مثلا صاروخ بوبي الذي هو من صناعه هذه الشركه هو ارض جو مثلا، م. هذا طورته هذه الشركه، نعم هناك طيب. صناعات متطوره م. مثلا صناعه بوبي توربو وهو ايضا صاروخ ولكن صاروخ من الغواصات يطلق نعم جوان. نعم جوا، هي صناعاتها متطوره م. استهداف هذه القاعده هنا يدل على ان هناك رمزيه في هذا الاستهداف ان نحن نعلم ماذا لديكم، نعم. نعلم التطور الذي وصلتم اليه، نحن لغايه الان نطلق صواريخ عاديه وليست عاليه الدقه، أه. ما اطلقته المقاومه ليست بالصواريخ عاليه الدقه وانما صواريخ عاديه ولكنها دقيقه بالمعنى انها نعم. عندما راينا اصابه كريات بياليك م. يعني هي اصابه لهذه المجمعات لان احد المجمعات في هذه المنطقه وبالتالي م. هذه الصواريخ م. نعم وصلت الى اهدافها م. ولكن رمزيه الهدف كبيره وكبيره جدا. على كل حال في هذا التقرير سنستعرض اي اهميه لقاعده رماد ديفيد التي قصفها حزب الله اكثر من مره اليوم ضمن رده على المجازر الاسرائيليه وما هي شركه رفيل الإسرائيلية التي كانت كل صناعاتها العسكريه في مرمى المقاومه أهلا بكم المقاومة الإسلامية في لبنان تقصف على نحو غير مسبوق شمال فلسطين المحتلة رامات دافيد تنال حصة الأسد من هذا القصف وهي نفسها التي صورها هدهد الحزب في مسلسل حلقاته لرعب الاحتلال رامات دافيد هي من أهم القواعد الجوية الإسرائيلية وتعد القاعدة الجوية الوحيدة في شمال فلسطين المحتلة بمساحة لا تقل عن عشرة كيلومترات هي واحدة من ثلاث قواعد جوية الرئيسيه في اسرائيل لها اهميه استراتيجيه لجهه ساحه لبنان وسوريا وتقع في مثلث بين حيفا وجنين وطبريا من هذه القاعدة التي تبعد عن الحدود اللبنانية 46 كيلومترا تنطلق طائرات حربية وتجسسية وهي محاطة بمنظومة دفاع صاروخية وجوية متطورة وهي تضم مجموعة من الاختصاصات الجوية تتوزع بين مقاتلات حربية ومروحيات قتالية ومروحيات النقل والإنقاذ والاستطلاع البحري ومنظومات حرب إلكترونية هجومية بصاروخي فادي واحد وفادي اثنين اللذين يستخدمان للمرة الأولى منذ الثامن من أكتوبر قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان رماد دافيد هذه القاعدة التي تشمل رفوفا من كل الاختصاصات الجوية الاعتراض والإنزال والهجوم في تموز يوليو الماضي صورها الهدهد وفي أيلول سبتمبر الجاري قصفها في مؤشر على بدء مرحلة جديدة من الحرب غير تلك التي تحدث عنها يو أف في صورته التذكاريه داخل القاعده الاسبوع الماضي واما الصوره الجديده فتكمن في استهداف المقاومه مجمعات الصناعات العسكريه لشركه رافاييل المختصه بانتاج الوسائل والتجهيزات الالكترونيه في زوفولون شمال حيفا. هذه الشركه شركه رافاييل يعود تاسيسها الى ما قبل النكبه من قبل ديفيد بن جورين. ومن اشهر منتجاتها العسكريه القبه الحديديه وقبه الطائرات المسيره وصواريخ سبايدر ومقلاع داوود ومع في الريح جميعها كانت في مرمى الفادي الآن نعود من جديد إلى صحفي حسن عليق إذا فيما تعلق بهذه القاعدة لافت أنه كان قد زارها وزير الأمن يوف جالنت خلال الأيام القليلة الماضية ومن هناك أعلن عن بدء مرحلة جديدة في هذه المعركة صحيح. ومركز الثقل تحرك نحو الشمال الشبال. وإذ بالأمين العام أو نائب الأمين العام عفوا الشيخ نعيم قاسم اليوم يتحدث عن بدء مرحلة جديدة مع العدو الاسرائيلي عنوانها معركة الحساب المفتوح صحيح. ماذا يعني الحساب المفتوح وماذا في رمزية اختيار الأهداف فيما تعلق أولا يعني العدو الإسرائيلي تحدثت قبل قليل عن هدفه العام للمعركة للحرب برمتها في غزة وفي لبنان وفي باقي الساحات لكن بما يخص لبنان العدو الاسرائيلي يريد فرض الاستسلام على المقاومه، اتت ضربه 17 و 18 ايلول سبتمبر 2024، ضربه اجهزه الاتصالات والبيجر وثم هذه الضربه بحد ذاتها كان يراد منها تحقيق استسلام المقاومه في لبنان، وتدمير القياده والسيطره لديها، وسائل الاتصال لديها، فرض الاراده السياسيه على المقاومه في لبنان ودفعها الى الاستسلام اتت المقاومه بعد ذلك لتنفذ العديد من العمليات في سياق معركه الاسناد ثم لجأت الى هذه الضربات فجر اليوم على هذه المواقع التي اختارتها في العمق في عمق الشمال الفلسطيني المحتل لتؤكد للعدو الإسرائيلي أنها ليست في وارد الاستسلام أنها لا تزال على جهوزيتها وأن تماديه في استهداف المدنيين وتحديدا في الضاحية الجنوبية في بيروت في عملية يوم المجزرة يوم الجمعة لها حساب مفتوح هذا الحساب المفتوح صحيح أنه تراكم هو حساب مفتوح على عدة جرائم اولها جريمه البيجر واجهزه الاتصالات وثانيا جريمه يوم الجمعه الاصل في هذا الامر هو تظهير الاراده السياسيه والعسكريه للمقاومه باننا مستمرون في مسانده قطاع غزه وصولا الى تحقيق وقف الحرب على قطاع غزه وهذا هو الهدف الاساسي المقاومه تقول للعدو نحن ماضون في هذا المسار مهما دفعنا من تضحيات لان المقاومه تعلم جيدا أن استِ... أن استسلامها يعني تغيير الشرق الأوسط لصالح شرق أوسط إسرائيلي أمريكي بالكامل آه، سيادة العميد سؤال آه، أخير لحضرتك فيما يتعلق بالحساب المفتوح عسكريا ماذا يعني؟ في دقيقة لو سمحت نعم الحساب المفتوح بالنسبة للمقاومة هو أن ما حصل اولا لن يمر وان ما جرى اليوم هو بدايه الرد كما قالت المقاومه هو رد اولي فاذا هو بدايه الرد وك كما قال الاستاذ علايق هناك تراكم للمجازر والاستهدافات الاسرائيليه وكل ذلك لن يمر مرور الكرام بالعكس سيكون هناك حساب وهذا الحساب لن يكون على ما اعتقد في عمليه واحده وانما في سلسله من العمليات الموجعه التي ستؤذي العدو الاسرائيلي والتي ستؤكد بان المقاومه ما تزال على جاهزيتها وعلى قيادتها كما كانت في السابق اذا اردت ان اضيف نقطه فضل. هنا العدو السلام. يريد اعاده المستوطنين في المستوطنات الواقعه مباشره على الحدود م. تقول له المقاومه استمرارك بمحاوله فرض هذا الامر علي سيدفعني الى توسيع هذا تهجير المزيد وصولاً من وصولا الى, إلى في هذه المرة. هذا ما قاله السيد يعني على كل حال اشكرك سياده العميد شربل ابو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي الآن مشاهدينا الكرام سنتابع أهم الصناعات العسكرية التي تنتجها شركة رافائيل أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الدخول في مرحلة جديدة عنوانها الحساب المفتوح وفي كلمته خلال تشييع القائد الجهادي الكبير ابراهيم عقيل قال الشيخ قاسم أن المقاومة قدمت ليلة أمس دفعة على هذا الحساب. لسنا بحاجة إلى إطلاق التهديدات ولن نحدد كيفية الرد على العدوان. لقد دخلنا في مرحله جديده عنوانها معركه الحساب المفتوح ليله امس قدمنا دفع على الحساب ثلاث رشقات صاروخيه وصلت الى منطقه حيفا اصابت اهدافها العسكريه في روفيل وفي القاعده العسكريه راموت استاذ حسن واضح أن اسرائيل منذ بدايه هذه الحرب وعندما بدات اعتداءاتها على لبنان ومواجهه حزب الله كانت تهدف طبعا الى فصل الجبهتين الجبهه اللبنانيه عن جبهه غزه ومحاوله دفع المقاومه على وقف عمليات الاسناد وما زالت طبعا وهذا ياتي في اطار التصعيد الاخير آه الاسرائيلي تجاه لبنان وتجاه حزب الله ماذا تعني بالنسبه لاسرائيل وماذا يعني آه تواصل هذه الجبهه ونجاح حزب الله في آه تكرار والاستمرار في عمليات الاسناد لغزه لماذا يصر نتنياهو على فصل الجبهتين لان هذا امر اولا يعني هناك عده اسباب اولا يريد الاستمرار في حرب غزه الى ما لا نهايه حتى العام 2030 وهو لا يستطيع القيام بهذا الامر فيما الجبهه الشماليه مفتوحه جبهه الشماليه اهميتها هي أنها للمرة الأولى في تاريخ هذا الكيان يفرض حزام أمني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يعترف العالم كله (ربما باستثناء دول قليلة) بأن هذه الأرض هي لإسرائيل. هكذا العالم يقول. وبالتالي هذا مناقض لاصل العقيده الامنيه التي بنيت عليها اسرائيل وليس العكس. اسرائيل مبنيه على عقيده امنيه تقوم على نقل المعركه الى اراضي الاعداء، القتال من من خلف الاسوار. هذه المعركه الحاليه لمده 11 شهرا المقاومه نقلت المعركه الى داخل الاراضي الفلسطينيه المحتله. هذا الامر وهجرت سكان مستوطنات الشمال. مستوطني الشمال وهذا أكبر من قدرة كيان الاحتلال علي الاحتمال وبالتالي العدو يريد أولا فصل جبهة الشمال عن جبهة الجنوب لاستمرار لاستمراره ليؤمن قدرته على الاستمرار بالحرب على قطاع غزه الى ما لا نهايه بهدوء، هذا اولا، وثانيا يريد وقف جبهه الشمال لذاتها بسبب خطورتها على مفهوم الامن في اسرائيل، بسبب خطورتها على ثقه المستوطنين بامنهم في الكيان، بسبب خطورتها على فكره اسرائيل كدوله امنه لليهود. والتأثير الذي انكشف على مدى كل هذه الاشهر من الحرب. طبعا طبعا وبالتالي العدو الاسرائيلي يريد وقف هذه الجبهه لعدة أسباب مع م. لعدة أهداف مع ما يعنيه ذلك لأن فر إذا, إذا نجح العدو الإسرائيلي بفرض وقف الجبهة على, على المقاومة فهذا له نتائجه الكبيرة على موازين القوى في المنطقة هذا يعني أن المقاومة انهزمت وهذا له شروطه ونتائجه م. وبالتالي المقاومة ستضطر في هذه الحالة إلى التراجع المقاومة ستضطر في هذه الحالة إلى تقديم تنازلات سياسية المقاومة ستضطر إلى القبول الشروط الاسرائيليه والامريكيه بالحديث عن الامريكيين سنتوقف الان مع احدث وابرز التصريحات الامريكيه والمواقف فيما يتعلق بهذا التصعيد الاخير والاحداث والتطورات، اذا حذر الناطق باسم البيت الابيض جون كيربي اسرائيل من ان التصعيد العسكري لا يصب في مصلحتها، كيربي قال لشبكه اي بي سي لا نعتقد ان تصعيد هذا النزاع العسكري يصب في مصلحه اسرائيل وهذا ما نقوله مباشره لنظرائنا الاسرائيليين ونجدد الدعوه الى التوصل الى مخرج دبلوماسي للنزاع الى ذلك قالت مجلة بوليتيكو ان البيت الابيض يحافظ على هدوئه علنا مع اقتراب الحرب بين اسرائيل وحزب الله. بوليتيكو نقلت عن مسؤولين امريكيين قولهم ان الضربات تمثل انتكاسه كبيره لجهود واشنطن لتجنب حرب شامله وان التقديرات الداخليه لدى الاداره الامريكيه تفيد بانه سيكون من الصعب خفض التصعيد في المستقبل القريب. استاذ حسن بالنسبه لواشنطن التصعيد الان لا يصب في مصلحه اسرائيل وتكرر ضروره التوصل الى حل دبلوماسي للنزاع لكن في الواقع واشنطن لا تدفع في هذا الاتجاه والكل يعلم انه مفتاح الحل لديها من خلال الضغط بشكل حقيقي على اسرائيل لاجبارها على التوصل الى توقيع اتفاق في غزه وهذا طبعا ما سينعكس ايجابا على باقي الجبهات وسينعكس طبعا هدوءا في الجبهه اللبنانيه واشنطن تمارس اكبر عمليه تضليل ربما في تاريخها، واشنطن اتخذت قرارا في المرحله الاولى من الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه بمحاوله تظهير نفسها بانها بعيده عن الاباده الجاريه في فلسطين، ولكن في واقع الحال كل ما يجري تفصيليا الولايات المتحده الامريكيه شريكه فيه، الولايات المتحده الامريكيه الان تمنح فرصه لكيان الاحتلال لمحاوله فرض وقف التصعيد في الشمال او وقف الجبهه في الشمال بواسطه التصعيد وبالتالي ما يجري على الجبهه اللبنانيه هو بمشاركه امريكيه في القرار وربما في اداره العمليات أه. ويخدم الاهداف الامريكيه طبعاً ايضا يخدم الاهداف الامريكيه بنيامين نتنياهو عندما يقول نحن ذاهبون الى تغيير الشرق الاوسط هو لا يتحدث بالاصاله عن نفسه وعن كيان الاحتلال حصرا بل يتحدث نيابه على الغرب مجتمعا وعلى راسه الولايات المتحده الامريكيه الولايات المتحده الامريكيه تريد فرض رؤيتها على المنطقه على العالم العربي على المشرق العربي ومن ضمنها من ضمن هذه الرؤيه اسرائيل القويه اسرائيل التي لا يمس امنها اسرائيل المطبعه المطبعه العلاقات معها اسرائيل التي تعيش حياه طبيعيه في محيط حليف لاسرائيل وليس معادي لاسرائيل وهذا الامر يمر حتما بهزيمه المقاومه في فلسطين م. في لبنان وفي باقي دول المحور وباقي فصائل المحور يعني الولايات المتحده الامريكيه باتت مفضوحه امام العالم كله اليوم خلال كل هذه المواقف التي تطلقها مع كل تطور لاحظنا انه عندما تم تفجير موجه البيجر طبعا في لبنان وهذا الاعتداء الالكتروني الاسرائيلي قالت واشنطن انه لا علاقه لها وحتى لم تكن على علم بذلك وتم اخبارها من الجانب الاسرائيلي عندما تم هذا الاعتداء وايضا فيما يتعلق بالاعتداء على الضحيه الجنوبيه في بيروت ايضا قالت لا علاقة لنا ولم نكن على علم بهذا القصف على بيروت والكل يعلم يعني وحضرتك منذ قليل ذكرت أنه هناك علاقة مباشرة وهناك ربما تنسيق وحتى إدارة, العمليات. إدارة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية نعم الولايات المتحده الامريكيه لا تهتم لمساله فضح صورتها في العالم لانها تعرف ان لديها من الكثير من القوى من القوه والعلاقات وطرق العمل من اجل تحسين صورتها لاحقا مم. يكفيها في هذه المرحله محاوله الابتعاد النأي بنفسها عن صوره الاباده وليس عن اصل الاباده هي شريكه في الاباده ولكن حصريا تنأى بنفسها عن الصورة هذا الأمر م. يكفيها حتى هذه اللحظة وهي تنجح إلى حد كبير في عملية التضليل التي تقوم بها نتيجة قوتها بالدرجة الأولى يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي الطرف القوي في العالم م. وهي القادرة في معظم الأحيان على فرض سرديتها وطبعا بالطبع سرديتها لا تفرض م. بالحسنة بل تفرض بالقوة بقوة المال بقوة السلاح بقوة القوانين بقوة العقوبات م. بقوة التآمر بقوة الحروب وبالتالي الولايات المتحده الامريكيه تقلق على صورتها ولكن ليس الى الحد الذي يدفعها الى التراجع عن سياساتها السيئه والشريره في العالم على كل حال قبل استكمال النقاش مع حضرتك سنتوقف الان مع هذا التقرير الذي يتناول التحذيرات الاسرائيليه مجددا من عواقب فتح حرب من دون استراتيجيه لانهائها ثم نستقبل بعده محلل الميادين للشؤون الاسرائيليه الدكتور عباس اسماعيل قبل ان تقطف اسرائيل ثمار قرارها القاضي بتصعيد حده المواجهه مع حزب الله بدات تحصد براي خبراء ومعلقين التبعات السلبيه لهذا القرار الذي لن يحل باي حال مازق تهجير مستوطني الشمال بل سيعمق هذا المازق ويزيد اعداد المهجرين ويوسع نطاقه من الناحية الاستراتيجية من وجهة حسن نصر الله ما يحصل حاليا هو وضع الإصبع في أكثر الأماكن إيلاما لك وهو موضوع السكان في الشمال وعلى هذا الأمر قد تندلع الحرب الحرب القريبة الآن التي تحدث هي الحرب على الشمال وهو يريد أن يسبب لك لا فقط تهجير ستين ألفا من منازلهم بل مئتين وخمسين ألفا ولذلك سيركز رده على هذه المنطقة التهويل بحرب تعرف إسرائيل كيف تبدأها ولكنها تجهل برأي مراقبين كيف تنهيها وبأي ثمن ومدى جغرافي زمني لا يزال يؤرق بال مراقبين إسرائيليين المشكلة في القرار الإسرائيلي والسياسات الإسرائيلية أنه من الصعب جدا رؤية طرف النهاية لا أحد لديه خطة دقيقة كيف يمكن لخطوات التصعيد في اليومين الأخيرين في الشمال أن تؤدي بنا بالفعل إلى تغيير الواقع بأثمان تكون معقولة للجمهور الإسرائيلي مو اخفاق اسرائيل في اخضاع حزب الله وثنيه عن مسانده غزه رغم تكثيف الضغط والتهديد بالحرب لن يؤدي براي خبراء ومعلقين الى عدم تحقيق هدف فك الارتباط بين لبنان وغزه فحسب بل سيزيد من تماسك وترابط المحور المعادي لاسرائيل ويدخلها في حرب استنزاف طويله ومتعدده الجبهات لن تكون ابدا في مصلحتها مرحبا بالدكتور عباس إسماعيل دكتور الهدف الإسرائيلي المعلن الآن من هذا التصعيد باتجاه لبنان وطبعا باتجاه حزب الله وإعادة السكان إلى الشمال لكن الآن باتت إسرائيل أمام واقع جديد وهو إمكانية تهجير المزيد من سكان الشمال ومناطق ومن أبعد طبعا من الحدود اللبنانية طبعا مع احتمال تكرار استهداف كل هذه المناطق البعيده من قبل حزب الله. فقدوا الثقه في اسرائيل ببنيامين نتنياهو من خلال هذا الهدف وبانه لا يمكن فعليا اعاده كل هؤلاء السكان الى بيوتهم في الشمال مع استمرار هذه الحرب. يعني اعلان او تبني الحكومه الاسرائيليه انه ضمن اهداف الحرب اعاده سكان مستوطنات الشمال كان يعني للوهله الاولى في نظر كثيرين ربما ايضا في نظر الحكومه انه هدف واقعي قابل للتطبيق وأنه استخلاص لعبر التجارب السابقة وخاصة تجربة غزة لوضع فيها وضعت فيها الحكومة أهداف كبيرة وغير قابلة للتطبيق وبالتالي كان في تقدير أنه هذا هدف متواضع وقابل للتطبيق المجريات والواقع يشير حتى الآن أنه أن إسرائيل سوف تصبح أسيرة هذا الهدف وأنها بهذا بتحديدها هذا الهدف هي قد منحت حزب الله مسبقا موقع قوه وتفوق عليها بمعنى انها تقر بانه الان حزب الله يقود هذه المعركه وفي يده ورقه هذا الهدف بينما اسرائيل تقود هذه المعركه وهي تبحث عن تحقيق هذا الهدف ولذلك في تقييم هذه الجوله تصبح مساله الاثمان والكلفه على اهميتها وعلى ما تنطوي عليه من الام تصبح ليست هي العامل الحاسم في تقدير وتقييم مآلات الأمور إنما هل يمكن تحقيق الأهداف أم لا وبالتالي بهذا اللحاظ تأتي ثقة الجمهور الإسرائيلي أو ثقة الإسرائيليين التي من الآن هناك من يعني يشكك بأن هذا الهدف الذي تحدد سوف ليس فقط لن هو غير قابل للتحقيق إنما أيضا سوف يجلب سلبيات أخرى بمعنى السبعين ألف قد يصبح ثلاثمائة ألف وأقوى مليون وأكثر وهذا يعني أكده واقع الهجمات الصاروخية أمس ولكن ربما البعض الآخر يحتاج إلى بعض الوقت في إسرائيل لكي ثقته تهتز الموقف او باداء المستوى السياسي والمستوى العسكري بعد ان يلحظ بشكل واضح بان الهدف غير قابل للتحقيق وان حزب الله كما اعلن حتى الان وكما يرى كثير من الخبراء والمعلقين في اسرائيل بان حزب الله لن يرضخ للضغوط الاسرائيليه بل على العكس قد يذهب اكثر من ذلك من خلال توسيع مروحه المستوطنين الذين قد يهجرهم من مستوطنات الشمال. أستاذ حسن سؤال أخير لحضرتك قبل أن نودعك مع هذه الاستهدافات الجديدة لحزب الله توسيع نطاق الهجمات برأيك في المرحلة المقبلة سيكون التصعيد مدروسا بشكل لا يؤدي إلى توسع الصراع وهذا ما يحذر منه كثيرون برأيك علامات ضبط الصراع مازالت موجودة اليوم أم أن نتحدث الآن عن معركة بلا سقوف؟ هي معركة لها سقف حتى اللحظة عدم التحول إلى... حرب كبرى شاملة ولكن ما دون ذلك لا يوجد سقوف هذا هو السقف الوحيد حاليا ولكن إذا نظرنا إلى الأمر منذ الثامن من أكتوبر حتى اليوم منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم المسار العملي لهذه الحرب هو مسار تصعيدي تصاعدي يعني كل يوم سنشهد تصعيدا أكثر من اليوم الذي سبق حتى وصولا إلى اللحظة التي إما نصل فيها إلى تسوية فرض تسوية من قبل الولايات أو المتحدة الأمريكية او انفجار شامل او ان يصل طرف ما الى اعلان الهزيمه بطريقه او باخرى ولكن ليس بالطبع على طريقه الحروب الغابره ولكن بموازين بحسب موازين القوى وبحسب ما تحقق قد يلجا احد الطرفين وانا ارجح انه العدو الاسرائيلي ان يصل في النهايه الى الاعتراف بهذه الهزيمه بطريقه ما وليس طبعا ان يخرج نتنياهو ويقول نحن انهزمنا قد تاتي الولايات المتحده الامريكيه قد ياتي ذلك على شكل فرض الولايات المتحده الامريكيه وقف الحرب ولكن حتى تلك اللحظه ربما تصل الامور بالتصعيد الحالي الى مستويات غير مسبوقه بطبيعه الحال. شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا في لك. هذه الحلقه الصحافي في منصه المحطه الاستاذ حسن عُليق. انا اشكرك. لفتت القناه الثانيه عشره الاسرائيليه الى ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يتحدث عن حرب ضد حزب الله او هزيمه للحزب. معلق شؤون السياسيه في القناه يرون ابراهام قال ان نتنياهو تحدث بمصطلحات محدده ولم يذكر الحرب بعض الاقتباسات التي خرجت من غرفه اللجنه الخارجيه والامن بخصوص حزب الله ان نتنياهو تحدث بمصطلحات محدده جدا قال نحن نعمل من اجل ابعاد حزب الله عن الحدود نحن نعمل من اجل اضعاف قدراتهم وانه سيواصل عمليات التصفيه وعندما سئل عن تدمير الحزب والحل الجذري كرر الكلام نفسه نتنياهو يريد ان تخرج هذه النصوص الى مسامع واشنطن بأننا لم نعلن حربا نحن نعمل لكي لا يطلق النار علينا أكد رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة الإسرائيلي سابقا عفر شلح عدم وجود انتصار عسكري مطلق في قطاع غزة ولا في لبنان مشيرا إلى أنه من أجل هزيمة حزب الله عسكريا يجب أن يصل الجيش الإسرائيلي إلى بيروت قائلا أن هذا غير ممكن لا يوجد انتصار عسكري مطلق في قطاع غزه وبالتاكيد لا يوجد انتصار عسكري مطلق في لبنان هذا ببساطه غير ممكن فمن اجل هزم حزب الله عسكريا يجب ان يصل الجيش الاسرائيلي الى بيروت وليس في موارد دوله اسرائيل قدره على البقاء هناك بعد ذلك وليس حتى على انشاء حزام امني حتى الليطاني بحيث نمنع بالقوه استمرار النيران إذا الآن الكرام نتابع هذه المشاهد للطائرات المسيرة التي هاجمت أهدافا في غور في غور الأردن إذا المقاومة الإسلامية في العراق كانت قد هاجمت بسرب من الطائرات المسيرة أهدافا في غور الأردن وهذه مشاهد طبعا لهذه الهجمات دكتور عباس إذن كما تابعنا منذ قليل لإخضاع حزب الله عسكريا يجب أن يصل الجيش إلى بيروت واضح أن احتمال القيام بهجوم بري على الحدود مع لبنان ربما هذا احتمال بعيد لأن إسرائيل تدرك فعليا خطورة الوصول إلى هذه اللحظة من الحرب خاصة أن المقاومة ربما تنتظر هذه اللحظة لأنها تدرك تماما أنها ستحقق إنجازات كثيرة إذا ما واجهت العدو وجها لوجه على الأرض برأيك هل ما زال الاحتمال موجودا فيما يتعلق بأي هجوم بري باتجاه لبنان إسرائيليا هل هناك قناعة بأن هناك لحظة سيتم اللجوء إليها إلى هذا الخيار يعني إذا وضعنا جانبا بعض التصريحات لأصحاب الرؤوس الحامية في إسرائيل وبعض التهديدات والتلميحات والى ما هنالك هذا الخيار يبدو لا امل له او لا احتمال له لاعتبارات تتعلق بالدرجه الاولى بتداعياته السلبيه وتبعاته السلبيه على اسرائيل اولا وقبل كل شيء فضلا عن انه هذا الـ هذا الـ هذا الطرح لا يبدو انه موجود في عقل نتنياهو تحديدا وفي تفكير نتنياهو تحديدا الذي كما سمعنا في التقرير وفي الصوتيات أنه حتى الآن هو لا يستخدم مصطلحات معركة وحرب وهو لا يفعل ذلك وهو يفعل ذلك ليس عن عدم إدراك لدلالة هذه المسائل إنما عن إدراك لأنه هو حقيقة حتى الآن يعتبر لأنه طوال أحد عشر شهرا كان نتنياهو يعتبر أن الحرب في الشمال هي حرب خاسرة ولا يزال يعتقد ذلك ولكن طبيعة الاستنزاف الحر الذي فرض عليه وعدم القدره على التحمل اكثر دفعته باتجاه ان يغير من استراتيجيته والانتقال من مرحله الى مرحله مرحله المبادره والضغوط على حزب الله على امل ان تؤدي هذه الضغوط الى تراجع حزب الله ولكن يبدو هذا الموضوع غير قابل للتحقق حتى الان لذلك موضوع التدخل البري صحيح ان اسرائيل تستعد وتجهز وتحضر نفسها ولكن باعتقاد كثيرين في اسرائيل ان هذا طرح غير واقعي وان هذا الطرح بالدرجه الاولى هو يخدم مصلحة حزب الله ليس بمعنى أن حزب الله يريد لإسرائيل أن تحتل لبنان إنما بموازين القوى المقاومة سوف تكون يدها 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 العليا في هذه المواجهة واعتقد هذا الموضوع عبر عنه بوضوح سماحة السيد حسن نصر في أي لحظة يمكن أن يلجأ نتنياهو إلى هذا الخيار؟ يعني إذا عم تحدث خيار يعني اجتياح بري بمعناه الواسع أصبح نتحدث عن الانتقال لمرحلة الحرب ومرحلة الحرب كما هو واضح حتى الآن نتنياهو يخشى منها الامريكيون لا لا يريدونها والجبهه الداخليه الاسرائيليه لا يريدونها دكتور عباس ولكن واضح انه الاسرائيليين يتصرفون بكل حريه كانه هناك ضوء اخضر امريكي غير معلن للاستمرار في التصعيد والقيام بخطوات ربما اوسع وخاصة مع الخشية من أن هذه الحرب يمكن أن تتوسع يعني لا يخشى نتنياهو فعليا أن تتفلت الأمور ونكون امام حرب شامله من خلال كل هذا التصعيد الذي يقوم به باتجاه لبنان يعني واتجاه حزب الله. الموقف الامريكي في نميز بين مسالتين، الموقف الامريكي المعلن بانه الحل مع لبنان هو حل عبر الطرق الدبلوماسيه، بمعنى م. ان الحرب لن تحل مشكله اسرائيل، الامريكان لا لا يبحثون عن مشكله لبنان، الحرب لن تحل مشكله اسرائيل، ولكن في المقابل عدم رغبه الامريكيين في ان تذهب اسرائيل الى الحرب لا يعني ان امريكا لا تدعم اسرائيل ولا تغطي اسرائيل في عدوانها على وفي تصعيدها على لبنان اليوم التسريبات التي يعني حفلت بها التقديرات في اسرائيل وسائل في اسرائيل ومحللين انه م. الامريكيون يقدمون الغطاء للتصعيد ولكن يحذرون او يطلبون من من اسرائيل ان تحذر ان لا تذهب الامور الى مرحله الحرب وبالتالي الامريكيون يدعمون اسرائيل ويؤيدون اسرائيل وحتى عندما يخشون من ذهاب الامور الى الحرب هم يخشون من ذلك من اجل مصلحه اسرائيل من وفق رؤيتهم يعتقدون بأن الحرب مع حزب الله هي حرب عبثيه بالنسبه لاسرائيل هي حرب جل ما يمكن ان تحققه اسرائيل هو قتل وتدمير ولكن لا يمكن ان تحقق اي هدف في حربها ضد حزب الله حتى الهدف الذي حددته والذي تعمل من اجل تحقيقه بمعنى اعاده المستوطنين الى الى مستوطنات الشمال حتى هذا الهدف على تواضعه غير قابل للتحقق ان تلاحظ هذا الهدف م. لم تحدد الحكومه تدمير حزب الله القضاء على حزب الله ازاله حزب الله كل هذه كل هذه الاهداف لحتى ابعاد حزب الله الى ما بعد الليطاني كهدف رسمي لم تحدده م. هي حددت هدف اعاده اعاده المستوطنين حتى هذا الهدف يشكك كثيرون بامكانيه التحقيق هو اهم يعني هو مساله لابد من التمييز فيها لأن هناك نوع من النشوه عند مجموعه من المحللين والسياسيين في في اسرائيل ونحن نتابعهم على شاشات التلفزيون ولكن اذا اردت ان تجري تمييزا ما بين طبقتين طبقه المراسلين خاصه من هم لهم علاقه بالشؤون العربيه او المراسلين العسكريين الذين ياخذون معطياتهم من الجيش الاسرائيلي نعم. والذين المراسلين العربين الذين يتغذون من بعض الصحف العربيه وسائر الاعلام وطبقه الخبراء المختصين الذين يدرسون اكثر المباني المعرفيه والدينيه والفقهيه والقيميه لحزب الله. الطبقه الثانيه التي ربما يعبر عنها جاك نريا وعفر شلح في التقرير، هذه الطبقه الثانيه تقدم مقاربه اكثر واقعيه لحزب الله وتحذر من انه من يراهن في اسرائيل على ان ويقال من قبل الحكومة والجيش من تحقيق إنجازات نعم. من هذا سوف يثني حزب الله هو لا يعرف حزب الله لا يعرف طريقة تفكير حزب الله ولا يعرف ال الاعتبارات التي تحكم أداء حزب الله سؤال أخير لحضرتك عندما يقول نتنياهو اليوم لا نفضل الذهاب إلى حرب شاملة مع حزب الله لكن يجب ابعاده فيما يتعلق بتواجده عند الحدود اللبنانيه، هذا الكلام برايك دكتور عباس يمهد لاي مرحله نحن امام اي نوع من المواجهه والتحدي بين الاحتلال وحزب الله، وبرايك هذا التصعيد الحالي اليوم باتجاه لبنان ابعد الحل السياسي في غزه برايك والذي هو بحسب اعتراف حتى الامريكيين وهذا ما يقوله طبعا حزب الله انه تهدأ الجبهه هنا عندما يتم التوصل الى اتفاق وايقاف الحرب في قطاع غزه هل تعادى الحل الدبلوماسي في غزه برايك من خلال هذا التصعيد باتجاه لبنان. يعني اذا اردنا ان نقول ان الحل الدبلوماسي قد ابتعد يجب ان نقول يعني نبني ان الحل الدبلوماسي او السياسي كان في متناول الجد وهو لم يكن كذلك، م. نتنياهو لم يكن يريد منذ البدايه الحل السياسي وكل ما كان يطرح في موضوع غزه، وحتى جزء من اعتبارات نتنياهو في في نقل الثقل الى الشمال هو لتخفيف الضغط الداخلي عليه ولحرف الانظار عن مشكله غزه باتجاه لبنان. شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا في هذه الحلقه الدكتور عباس اسماعيل محلل ميادين للشؤون الاسرائيليه والشكر لكم مشاهدينا الكرام على المتابعه هذه الحلقه من بلا سقوف انتهت الى اللقاء